أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة في قناة الأخبار بتلفزيون دولة الكويت، وهذا البرنامج قوافل العطاء. نسعد دائما بالتواصل معكم واللقاء بكم والحديث مع ضيوفي هذا البرنامج. اليوم بمشيئة الله سوف نتحدث عن بيت الزكاة، هذه المؤسسة الخيرية الإسلامية التي أنشئت في عام 1982 لتحقيق رغبة وركن أساسي من أركان الإسلام، وهو جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين والفقراء داخل وخارج دولة الكويت. اليوم بصحبتنا في هذا البرنامج وضيفنا العزيز السيد عادل خالد الجري، نائب مدير عام بيت الزكاة الكويتي للموارد والإعلام. حياك الله. الله يحييك استاذ عادل، سعداء باللقاء فيك وشرفنا في هذا البرنامج. الله يسلمك، حياك الله، الساعة المباركة ان شاء الله. صرح خيري شامخ، يرعى العمل الخيري محليا ودوليا، يد حانية تمسح على قلوب المحتاجين في كل مكان. بيت الزكاة الكويتي خيمة إنسانية كويتية يستظل بها المحتاجون والمعوزون. منذ إنشائه عام 1982 دأب بيت الزكاة على تشجيع المشاركة والدعم وجمع المساعدات لتمويل الأنشطة الإنسانية المختلفة التي تقيمها المنظمات الإغاثية الأممية، وذلك بتوجيه القيادة السياسية الكويتية تنفيذاً لرؤية والتزام دولة الكويت بمواقفها الثابتة في مساندة المحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع العالم، تقديراً للمساهمات السخية التي قدمها بيت الزكاة لدعم اللاجئين والنازحين. منحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر العام الماضي مدير عام بيت الزكاة الدكتور ماجد العازمي لقب رائد العطاء، في خطوة تضاف إلى سجل دولة الكويت الحافل بالبذل والسخاء بعد اختيارها مركزاً للعمل الإنساني. بيت الزكاة عطاء ممتد منذ 42 عاماً، ذراع خيرية كويتية دعمت ولا تزال مشاريع صحية وتعليمية وإسكانية وغيرها، بالإضافة إلى مساندة أكثر من 70,000 أسرة لاجئة نازحة داخلياً في العديد من البلدان، فضلاً عن مساعدات عينية ومالية تصرف لعشرات الآلاف من جنسيات مختلفة داخل دولة الكويت. بداية في يعني للحديث في هذا البرنامج، بودنا أن نتحدث عن أهمية بيت الزكاة الكويتي وهذه المسيرة اللي انطلقت من عام 1982 إلى يومنا هذا، مر بكثير من المحطات، التجارب، المواقف، القصص، وانت عايشتها حقيقة يعني في فترة ما قبل الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. حدثنا عن هذه المسيرة المتميزة لبيت الزكاة الكويتي. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تعرف مسيرة بيت الزكاة أنشئ باقتراح من النائبين الفاضلين المرحوم جاسم الخرافي وسيد مشاري العنجري بإنشاء بيت الزكاة، وصدر فيه مرسوم أميري سنة 1982 بإنشاء بيت الزكاة، هدفه إحياء فريضة الزكاة وتوزيعها على المحتاجين والأسر المحتاجة داخل الكويت وأيضا خارج الكويت. وبيت الزكاة اهتمامه يعني تقريبا 98% من اهتمام بيت الزكاة هو داخل الكويت، ولكن رغبة المتبرعين والمحسنين في دولة الكويت، أيضا أنشأ بيت الزكاة إدارة خاصة لتنفيذ هذه المشاريع في خارج الكويت لتقديم العون لجميع في تقريبا أغلب دول العالم الإسلامية. وكما تعلم الكويت تحمل شعار بلد الإنسانية، كويت الإنسانية، فأطلق هذا الشعار في عهد حاكم الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، الله يرحمه، الله يرحمه، أطلق هذا الشعار الكويت بلد الإنسانية. وكما تعلم أن عمل خيري في الكويت سواء بيت الزكاة أو الجهات داخل الكويت عمل كبير وجبار في أنحاء العالم، وأيضا بيت الزكاة يتبع القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وأيضا بقيادة رئيس مجلس الوزراء بعمل هذا العمل الخيري خارج الكويت. جميل،
بيت الزكاة الكويتي أستاذ عادل خالد الجري مر بمراحل مهمة حقيقة في مسيرته، يعني نقول احنا يناير 1982 انطلاقة هذه المؤسسة الخيرية، لكن حقيقة كانت هناك محطات يعني نقدر نقول فيها من التحديات، فيها من يعني النجاحات، فيها من التميز، وفيها من الظروف اللي مرت فيها الكويت والمنطقة، وكانت يعني هذه المؤسسة على قدر المسؤولية. بدنا نتكلم عن هذه الفترات وهذه المحطات. يعني بيت الزكاة من سنة 82 أنشئ 82 لغاية الآن بدأ عمله تقريبا عمل لدعم داخل الكويت وخارج الكويت. من المواقف الكثيرة اللي صارت في بيت الزكاة مثل أيام الغزو الغاشم، أن حتى أثناء الغزو قام بيت الزكاة بتوزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة. وأيضا لا ننسى أن في أثناء الغزو كان بيت الزكاة له مكتب في جمهورية مصر العربية، عمل بعمل خيري داخل خارج الكويت، حيث كان يدعم كثير من الأيتام والمشاريع في خارج الكويت، ولم يتوقف أثناء الغزو. أيضا من المحطات مثل ما قلت في محطة كورونا 19، كورونا 19 أيضا قام بيت الزكاة بدعم الأسر المحتاجة داخل الكويت، وأيضا لم يتوقف في خارج الكويت بعمل خيري. جميل، يعني التطورات أيضا على الصعيد الإداري، تطورات على الصعيد يعني المباني. يمكن بيت الزكاة انطلق مثل ما قلت يعني في حديث معك، انطلق في شقة يعني تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبدأ يعني يتوسع، أخذ في منطقة السالمية. نعم، أخذ مدرسة أعتقد. صحيح، في منطقة السالمية. هو بداية في شقة في مجمع الأوقاف، ثم بدأت عندما بدأ ينتشر في عمارة في السالمية عمارتين، عندما كبر عمله وبدأ يتوسع أكثر في مدرسة أيضا في السالمية، إلى أن وصلنا انتقلنا في المبنى هذا سنة 2008 في العمل الخيري. كما تعلم بيت الزكاة يعني يرأسه وزير الأوقاف. نعم. السيد معالي السيد محمد الوسمي هو رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة، وبيت الزكاة مجلس الإدارة هو اللي يحط السياسات والاستراتيجيات في بيت الزكاة. جميل. وأيضا بيت الزكاة مثل ما قلت في السابق كان عدد موظفين قليل 40-50، إلى الآن وصل تقريبا عندي إلى 800 موظف يديرون هذا العمل الجبار في داخل وخارج الكويت. نعم. ما يميز بيت الزكاة أستاذ عادل حينما يعني تنتقل في بين مناطق الكويت تلقى يعني مكان مخصص ل يعني أو فرع لبيت الزكاة، أو حتى عندما تذهب مثلا ل يعني مؤسسات حكومية أو حتى في مجمعات تجارية تجد هناك ركن. نعم. لبيت الزكاة. نعم، احنا مثل ما قلت بيت الزكاة مقر رئيسي موجود في منطقة الشهداء، منطقة الوزارات في جنوب السرة. أيضا عندنا 4 أفرع رئيسية في سلوى، وأيضا في منطقة أشبيلية تخدم محافظة فروانية، وأيضا في فهد الأحمد يخدم محافظة الأحمدي، وأيضا عندنا فرع في الجهرة يخدم محافظة جهرة. هذه الأفرع تخدم داخل الكويت المحتاجين. أيضا بالإضافة إلى عندنا تقريبا 33 فرع إيرادي موزعين في جميع أنحاء الكويت، وأيضا عندنا مراكز في داخل المجمعات التجارية مثل في الأفينيوز عندنا بوث، وعندنا أيضا في 360 عندنا بوث، وأيضا في مطار الكويت T4 أيضا عندنا بوث. هذه المراكز إيرادية هي استقبال التبرعات من المحتاج من المتبرعين داخل الكويت. جميل، يعني تتعامل مباشرة مع الجمهور. مباشرة مع الجمهور ومع المتبرعين أيضا، قضية استقبال المبالغ أيضا للرد على الاستفسارات، يعني استفسارات مثلا عن الزكاة، استفسارات عن الصدقات، استفسارات عن التبرعات أين تصل وين تروح مثلا. وأيضا يخدم أيضا في زكاة الذهب، خاصة في الناس إذا تأتي تقيس زكاة الذهب، أيضا هذه الأفرع أيضا تخدم جميع المتبرعين والمواطنين، سواء المواطنين أو الوافدين. بخصوص هذه الأفرع مثل ما قلت ليس فقط استقبال الأموال، ولكن الرد على استفسارات المتبرعين. جميل، هذا التواصل مع الجمهور، أكيد بيت الزكاة حريص أن يقوم بتأهيل الكوادر الشبابية في قضية التواصل مع الجمهور، إدارة مثل هذه الأفرع ورد على الاستفسارات. يعني أنتوا في بيت الزكاة دوركم في هذا الجانب. نعم، مثل ما قلت احنا عندنا إدارات تخصصية تقوم بتدريب الموظفين
بتدريبهم وتأهيلهم لمقابلة المتبرعين وأيضا بمقابلة المحتاجين، يعني قيس المتبرع أيضا بمقابلة المحتاجين. جميل. الآن ودي أتكلم عن قضية يعني أزمة الغزو العراقي على دولة الكويت والإدارة يعني الجيدة لبيت الزكاة وأيضا كورونا، يعني أيضا تميزت هذه المؤسسة الخيرية في يعني تقديم المساعدات ووجودها بجانب شقيقاتها من الجمعيات الخيرية واللجان. الغزو العراقي كان للجمعية دور، في عفوا لبيت الزكاة دور مهم للمواطنين وللمقيمين في تلك الفترة. ودي أتكلم عن هذا الدور المهم لبيت الزكاة. نعم، بيت الزكاة في هذه الفترة في أثناء الغزو الغاشم مثل ما قلت احنا عندنا كان مخازن مواد غذائية من الرز والحليب والدهون، هذه كلها موجودة لتوزع كان على المحتاجين داخل الكويت قبل الغزو. أثناء الغزو كانت هذه المخازن ممتلئة بالمواد الغذائية. بدأ الإدارة العليا عندنا في بيت الزكاة بتوزيع هذه المواد على الأسر الكويتية وأيضا الأسر المتضررة خاصة أثناء الغزو تعرف، فتم توزيعها إلى أن صار في وقت معين وقف بيت الزكاة أثناء الغزو. ولكن إحنا مثل ما قلت إحنا عندنا مكتب خارجي هو مكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في مصر. مصر أيضا قام بدعم أيتام في أفريقيا وفي آسيا، يعني مثل ما قلت بيت الزكاة ليس عنده فقط داخل الكويت، أيضا عنده عمل جبار خارج الكويت. وبالتالي المساعدات اللي يعني كانت تقدم للأيتام للمحتاجين للأسر المتعففة نتكلم فيه على مستوى مصر والمناطق المجاورة لها. نعم، مناطق خاصة إحنا عندنا أيتام، يعني بيت الزكاة يكفي الأيتام من تأسيسه الآن تقريبا أكثر من 100,000 يتيم، وحاليا نكفي تقريبا 25,000 يتيم. في أثناء الغزو أيضا كنا نحول مبالغ مكتبنا للقاهرة فكان يغطي بعض المناطق المجاورة في أفريقيا للأيتام. نعم. أما في كورونا، في كورونا نعم بيت الزكاة ما توقف في كورونا، في كورونا بالعكس إحنا اشتغلنا في كورونا، كنا نستقبل أغلب الحالات المحتاجة داخل الكويت وكنا نحول مبالغ عن طريق البنوك تحويلات، كنا نستقبل أونلاين في أثناء كورونا، وكان فعلا الموظفين في جزء من الموظفين كانوا يشتغلون لاستقبال أسر محتاجة داخل الكويت وأيضا توزيع المواد الغذائية داخل الكويت، وكان عندنا مجموعة من المطوعين من الموظفين بالزكاة كان يخرجون بالسيارات أثناء الحظر وكان يوزعون مواد غذائية على الأسر اللي داخل الكويت. وأيضا النشاط الخارجي أيضا مهما توقف كنا نحول المبالغ إلى أيتامنا والمشاريع. جميل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى باليتيم، صح، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أنا وكافل اليتيم كهتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. بيت الزكاة في يعني في حديثك قبل قليل أشرت بأن يكفل قرابة 100,000 يتيم. هذا تقريبا من 2008 الآن قطينا 100,000 يتيم، حاليا يكفي بيت الزكاة 25,000 يتيم موزعين في أنحاء العالم، أغلب تمركزهم في آسيا وفي أفريقيا. تمركزهم تقريبا 25,000 يتيم، يكلفنا اليتيم بالشهر 15 دينار تحول للأيتام، وأيضا متابعتهم سواء الأيتام يكون موجودين في دور الأيتام، نعم، متابعتهم مع الجمعيات اللي نتعامل معهم أو يكون مع أسرهم، أهم نتعامل معهم في الأمور هذه مع جمعيات. في نقطة بخصوص بتسألني مثلا الجمعيات كيف نتعامل معهم، إحنا نتعامل مع وزارة خارجية الكويتية، وزارة خارجية الكويتية جزاها الله خير مشكورة تقوم بعمل جبار جدا باعتماد الجمعيات في خارج الكويت، يعني مثلا في جمعية مثلا في الهند تريد أن توثق أعمالها فتنسق مع سفارتنا في الهند وثم ترفع اسم الجمعية إلى منظومة وزارة الخارجية تعتمد، فهنا نعمل معها مباشرة عن طريق تحويلات عن طريق وزارة الخارجية. أما الأيتام مثل ما قلت عندنا 25,000 يتيم في آسيا وأفريقيا وفي الدول العربية ندعمهم مباشرة. هل في معايير تعملون عليها في اختيار الأيتام عن طريق هذه الجمعيات اللي أقدر أسميها صديقة؟ نعم. في الدول المحتاجة
شلون تتواصلون مع المتبرع؟ تسوقون يعني هؤلاء الأيتام حتى يتم كفالتهم؟ يعني هذه الأعداد ليست ببسيطة، لكن أعتقد أيضا تهتمون فيهم من مرحلة معينة إلى مرحلة معينة، وبعدين تبتدون قضية تجديد الأيتام. من شروط الأيتام يكون فاقد الأب أو الأبوين، والأساس هو فاقد الأب، وأيضا يكون محتاج، فقير أو مسكين. فهني ننسق مع الجمعية المنفذة في الدولة ندعم نكفل فيها الأيتام، هم يرفعون الأسماء لنا، ترفع هذه الأسماء، وبشرط أن يكون اليتيم تعرف من سن صغير، يعني سنة سنتين ثلاث سنوات إلى غاية 18 سنة. هنا تقف الحسب فتوى المكتب الشرعي عندنا في بيت الزكاة، أنه تقف الكفالة لغاية 18 سنة. هنا نكفل اليتيم إلى أن يصل 18 سنة، ثم تقف الكفالة. التسويق يكون عن طريق مراكزنا الإرادية الموجودة منتشرة في جميع أنحاء الكويت، وأيضا عن طريق الأونلاين. وأيضا إذا تم المتبرع كفل اليتيم ترسل له تقارير دورية بالسنة أن اليتيم وين وصل، فتكون هناك رسالة من اليتيم للكافل، وأيضا نوضح اليتيم ماذا حفظ، وين يتعلم، شنو هدفه، فيكون في اتصال بينه وبين المتبرع عن طريق بيت الزكاة. وأيضا الزيارات الدورية للموظفين بيت الزكاة نتفقد هؤلاء الأيتام. جميل. أعتقد أيضا بيت الزكاة ينظم زيارات للأيتام إلى داخل الكويت. نعم، يعني كلمنا عن هذه النقطة. نعم، وأهميتها. هذا ملتقى الأيتام. نعم. ملتقى الأيتام كان سنة وترك نعمله في داخل الكويت. نسق مع الجمعيات الخارجية ويرشحون أيتام، تقريبا كل جمعية ترشح لنا 4 أيتام مع مشرف، ثم جئنا نستقبلهم هنا في الكويت. يقعدون تقريبا، يجلسون عندنا في الكويت تقريبا أسبوع كامل في برامج وفي زيارات للكافلين. والله يرحمه كان الشيخ ناصر صباح الأحمد، كان له دور كبير في هذا الملتقى، كان ياخذ يخصص يوم كامل لهؤلاء الأيتام عنده، فيذهبون عند الشيخ، فجزاه الله خير، كان يكرمهم يعني من الصبح ليل عصر، كان الشيخ يجلس معاهم يناقشهم ويدردش معاهم تقريبا، وكان فعلا جو أبوي، وكان الشيخ جدا متفاعل الله يرحمه. فعلا احنا خسرنا بفقد الشيخ ناصر صباح الأحمد، كان الداعم الرئيسي لملتقى الأيتام، وكان يقولنا الله يرحمه قبل لا بلغوني متى يوصلون الأيتام. فاحنا كنا قبلها بعدة 4-5 شهور نبلغ مكتب الشيخ، وفعلا يخصصنا يوم كامل يجلس معهم. جميل. انعكاس مثل هذه الزيارة على الأيتام، يعني لما يأتون إلى الكويت ويزورون يعني أماكن مهمة بالكويت ويقعدون مع المتبرعين، بالعكس هذا يكسب ثقة للمتبرع. هذا يكسب ثقة للمتبرع أن يتيمك موجود عندك، فتشوف يعني حتى المتبرع أحيانا يتفاجأ بوجود اليتيم، فيأتي المتبرع الكافل يجلس مع اليتيم، بعض مرات يأخذه معاه يشتري له بعض الحاجيات ويدعمه، فتشوف فعلا في الوقت هذا حتى كفالة الأيتام عندنا يصير زيد عدد الكافلين في هذا الوقت. نعم. وكان فعلا ملتقى ناجح جدا. نعم. هل 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 يعني في أفكار متجددة في قضية مشاريع الأيتام ممكن خلال الفترة المقبلة؟ والله إن شاء الله موجودة عندنا كتجديد الأيتام مثل الملتقيات. إن شاء الله إحنا توقفنا سبب كورونا، الآن إن شاء الله راح نرجع مرة ثانية بطريقة جديدة ومبتكرة إن شاء الله. جميل. بعد يعني أن يقوم أو يصل المتبرع اليتيم إلى عمر 18 سنة خلاص ينتهي دوركم هنا في قضية الدعم. نعم، هنا ينتهي الدور، ولكن بعض الكافلين يطلب منا وده يكفل لغاية 22 لما يتخرج من الجامعة ومن هذا، فنحقق رقمة المتبرع. ودي أنتقل إلى نقطة أخرى مهمة لا تقل عن أهمية كفالة الأيتام، وهي عناية بيت الزكاة في قضية التعليم، يعني التعليم الخارجي، الاهتمام بالمدارس، الاهتمام ب يعني تعليم المحتاجين، التدريس وغيرها من الأمور، طلبة العلم، المعلمين، كفالتهم. نعم، احنا عندنا الزكاة في قسم طالب العلم، وأيضا الأيتام أيضا احنا نتابعهم تعليميا، يعني إذا كان اليتيم غير ناجح في العلم يعني الجمعية تسقط كفالته، لأنه يكون غير مجتهد وغير متميز، فإحنا نهتم أن اليتيم يتعلم إلى أن يتخرج من الثانوية.
وكذلك عندنا طلبة العلم، يعني احنا بالزكاة نكفل تقريبا وصلنا الآن إلى 600 طالب علم في بعض الدول، وخاصة في مصر عندنا كفالة طلبة علم خاصة اللي من أفريقيا وآسيا يدرسون بعوث في جامعة الأزهر، لا مبلغ بسيط 20 دينار لتشجيعه على طلب العلم، وفعلا ترى في كثير منهم يتخرجون إذا رجعوا بلادهم لهم مناصب في البلد. يعني عندنا أذكر أحد الطلبة اللي تخرجوا من جامعة الأزهر وبالزكاة كافلة أصبح الآن مفتي موسكو، يعني مفتي موسكو. وأيضا غير الطلبة، طلبة الأيتام نهتم في تعليمهم، الرئيس نهتم في تعليم هؤلاء الأيتام. في المستقبل تجد لي إذا زرنا أحيانا بعض الدول، تعرف من سنة 82 إحنا كافلينهم، في بعضهم صاروا وزراء، بعضهم صاروا مسكوا مناصب، بعضهم تقدموا وصاروا أطباء وصاروا دكاترة، كله بفضل الله ثم بفضل أهل الكويت. جميل، هذا بعد تدريسهم بعد تعليمهم من قبل بيت الزكاة. هل في توسع في قضية المشاريع التعليمية بالنسبة لكم؟ والله شوف، إحنا كبيت الزكاة في المساعدات الخارجية تقريبا ننفذ سنويا من 200 إلى 250 مشروع من التأسيس 82 إلى الآن. تقريبا صرفنا على المشاريع تقريبا 84 مليون دينار كويتي، منها مراكز إسلامية، منها مساجد، ومنها أبار، ومنها مدارس، ومنها مراكز صحية. وتقريبا إذا زرت أفريقيا يعني غطينا تقريبا كثير من الدول الأفريقية في بناء المشاريع الإنشائية، وأيضا في آسيا وفي الدول العربية وهم في أوروبا، يعني تقريبا غطينا يعني في أغلب آسيا وأوروبا وأيضا في أفريقيا. في كثير من المشاريع قام بالزكاة، تقريبا أسس بالزكاة من التأسيس إلى الآن أكثر من 12500 مشروع إنشائي. أنا حقيقة ودي أتكلم عن المشاريع الخارجية، كثير من المشاريع يعني تقدمونها في بيت الزكاة الكويتي. تحدثنا عن اهتمامكم في قضايا الأيتام وكفالتهم، اهتمامكم بطالب العلم ومشاريعه، هل في مشاريع أخرى تقومون عليها في بيت الزكاة خارج دولة الكويت؟ نعم، عندنا عدة مشاريع مهمة جدا، يعني أكبر مشروع حاليا عندنا موجود تم إنشاء سنة 2016، ومشروع مركز الكويت للأطراف الصناعية، تم إنشاء هذا المشروع في مدينة اسطنبول، وذلك لفاقدين الأطراف من أثار الحرب في سوريا خاصة الأطفال. هذا تم إنشاء سنة 2016 وافتتاحه سنة 2017. المركز الرئيسي للأطراف الصناعية في اسطنبول المصنع، وأيضا له عدة أفرع في سواء على حدود سوريا التركية، وأيضا في داخل سوريا له عدة أفرع. هذا المركز جدا مهم، يهتم بإعادة تأهيل الأطفال خاصة الأطفال الفاقدين الأطراف الصناعية. يعني الآن ركبنا تقريبا أكثر من 5000 طرف صناعي، وخاصة الطفل إذا فقد الساق أو فقد الإيد، يعني في إشكالية لك لازم كل سنة تحاول أنك تغير الطرف، لأن الطفل يكبر، فإذا كبر تسوي له عملية مرة ثانية وتكبر الطرف له. فالآن ركبنا تقريبا 5000 طرف صناعي، وأيضا في علاج فيزيائي، يعني إن ركبنا تم تركيب هاي الأطراف صناعية لفاقدين الأطراف من الأبناء السوريين خاصة الأطفال، إذن إلي علاج فيزيائي للمشي ويساعد هذا. المركز الكويت للأطراف الصناعية فعلا مركز متطور جدا، يعني كان يأخذ قياسات 3D وفعلا يصنع في اسطنبول الطرف الصناعي، ثم يذهب إلى حدود تركيا سوريا، أما داخل سوريا أو إذا كان الأطفال موجودين في تركيا. كلف هذا المشروع تقريبا 10 مليون دولار، وميزانيته ضخمة، يعني ميزانيته سنويا قاعد أغطي أنا تقريبا حول 200 إلى 300 ألف دينار كويتي. وليس بالزكاة فقط اللي يتحمل هذا المشروع، ولكن عندي شركات في هذا المشروع، يعني جزاهم الله خير، الأمان العام للأوقاف لهم دور كبير بدعم هذا المشروع، بدعم شراء هذه الأطراف. يعني تقريبا كل سنة الأمان العام للأوقاف تدعم هذا المشروع، وأيضا الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لنا شراكة في المشروع هذا، المشروع هذا يمثل أهل الكويت كلهم، أيضا الهيئة الخيرية تدعم هذا المشروع. وأيضا حاليا عندنا جزاهم الله خير جمعية عبد الله النوري أيضا داعمة للمشروع هذا، وأيضا في بعض الجمعيات الأخرى اللي تدعم المشروع. فإذا المشروع هذا متكامل،
ليعالج هؤلاء الأطفال الفاقدين الأطراف الصناعية، وأيضا اشتغل أثناء الزلزال في تركيا. جميل. أيضا تم دعم $1,000,000 لفاقدي الأطراف لداخل تركيا، فهذا أكبر تقريبا من أهم المشاريع اللي عندي في لبيت الزكاة في تركيا. أيضا حاليا في مشروع مقارب له وهو تحت الإنشاء حاليا، هو في اليمن في مدينة مأرب، يكلف تقريبا $500,000، وهو تبرع كريم من الأمان العام للأوقاف، والآن هو تحت الإنشاء. أيضا نفس اختصاص مركز الكويت للأطراف الصناعية في اسطنبول، هذا مشابه له في اليمن ولكن أصغر. حاليا احنا المشروع مركز الأطراف الصناعية الآن أيضا في تنسيق، حاليا قاعد نسوي تنسيق بين المركز وكيف أن ندش داخل غزة لعلاج الأطفال، أو أنهم إذا خرجوا إذا تركيا هم نستقبلهم هناك. هذا يعتبر من أكبر المشاريع. وعندنا مشروع ثاني ضخم كبير موجود في الصومال، وهو مشروع تعليمي. يوم سألت عن التعليم، هذا مشروع تعليمي كبير، مساحة الأرض 40,000، وكلف تقريبا $7,000,000، مشروع للبنين ومشروع للبنات. هذا المشروع تبرع بكريم من اللجنة الكويتية الشعبية، اللجنة الكويتية الشعبية اللي تابعة غرفة التجارة جزاهم الله خير، هم اللي دعموا هذا المشروع، وتم افتتاحه سنة 2015. يتكون من مركز تعليمي ابتدائي متوسط وثانوي، ودار أيتام للأيتام، ومسجد، ومركز صحي، وإدارة، وأيضا ثانوية تعليمية صناعية. هذا موجود، يعتبر من أكبر المشاريع الموجودة في مدينة هرجيسية في الصومال. وأيضا عشان عنده مقارب بس أصغر للفتيات، قال تقريبا، ولكن عندي مشاريع ضخمة كثيرة في سواء في أفريقيا أو آسيا أو أوروبا. عندنا مجمع تعليمي في حاليا يبنى في ألبانيا، أيضا بدعم كريم الأمان عام الأوقاف، وأيضا عندنا مركز تعليمي أيضا في ألبانيا موجود، وكثير من مشاريع المدارس والمستوصفات في العالم. بيت الزكاة الكويتي كيف يتعامل أستاذ عادل مع المشاريع المقدمة؟ بمعنى لا شك أن في جمعيات مثلا خارج دولة الكويت تبي تتعاون مع بيت الزكاة، أو شراكات في داخل دولة الكويت مثل غرفة التجارة أو متبرعين أو محسنين، حينما يطرح مشروع أو يرغب بعمل مشروع، يعني ما هي الآلية التي يمر فيها هذا المشروع حتى يعني ترون أنتم في بيت الزكاة أن هذا المشروع قابل للتنفيذ ويكون مشروع مجدي في المستقبل؟ نعم، هي المشاريع بالجمعيات الخيرية بداية يجب أن تكون معتمدة في المنظومة وزارة الخارجية. مثل ما قلت، وزارة الخارجية جزاهم الله خير قاموا بجهد كبير ومشكور، وفعلا ريحت جميع الجمعيات داخل الكويت الخيرية. هي تعتمد الجمعيات، وهي والتحويل يصير عن طريق أيضا وزارة الخارجية. هذا جهد كبير تحملته وزارة الخارجية باعتماد الجمعيات في جميع أنحاء العالم، يعني في جميع أنحاء العالم في جمعيات معتمدة في منظومة وزارة الخارجية، إن هي يتم التنسيق معها، تكون إما زيارات من بيت الزكاة أو زياراتهم يأتون إلى بيت الزكاة وطرح بعض المشاريع. تكون عندنا قسم لدراسة هذه المشاريع، إذا فيها جدوى وفيها أهمية نقوم بوضعها في المراكز الإرادية عن طريق المراكز الإرادية المنتشرة أو عن طريق الأونلاين، وفي بعض المشاريع لا تعرض على بعض المتبرعين أو بعض المحسنين. يقوم المتبرع بالتبرع وثم الإرسال له تقرير متكامل عن إنجاز المشروع، سواء المشروع يأخذ له سنة أو سنة ونصف على حسب حجم المشروع. وبالنسبة لغزة، ودي أتكلم عن قضية غزة ودور بيت الزكاة في هذه القضية المهمة. يعني قضية فلسطين من القضايا ذات الأولوية عندنا في دولة الكويت، وأيضا من صلب اهتمامات بيت الزكاة الكويتي من خلال مشاريع. خليني أتكلم عن مشاريع بيت الزكاة الكويتي إلى فلسطين بشكل عام، ثم ننتقل إلى يعني وضع غزة ودور بيت الزكاة في هذا الوضع، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على أخواننا في غزة. نعم، احنا في غزة قبل لا تبدأ الحرب في غزة كان لنا نشاط في غزة، كفالة أيتام وبعض المشاريع الإنشائية مثل محطات تحلية المياه، وأيضا عندنا مو بس في غزة، أيضا في الضفة في كفالة أيتام ودعم المشاريع، سواء دعم الجامعات. في احنا عندنا قضية غير البناء المشاريع، في دعم احنا نسميه الدعم المادي، يعني الجامعة تطلب دعم مادي لإنشاء بعض المختبرات
لإنشاء بعض الفصول الدراسية فيكون دعم. هذا تم دعم في بعض الجامعات مثل جامعة القدس مفتوحة في نابلس، دعمنا بعض المشاريع أو المختبرات. وأيضا عندنا كفالة الأيتام وطلبة العلم في فلسطين أيضا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وأيضا بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية. مع أحداث غزة والعدوان الغاشم على غزة، مثل ما بيت الزكاة قام مع كثير من الجمعيات الكويتية بحملة تبرعات كبيرة أيضا بتحت قيادة القيادة الحكيمة لدولة الكويت، لأن تعرف أن أي عمل خيري لازم موافقات رسمية، وتحت قيادة الحكيمة الكويت ومجلس وزراء تم إنشاء حملة إغاثية ضخمة بالتعاون مع الجمعيات داخل الكويت تحت قيادة الجمعية الكويتية للإغاثة جمع التبرعات. وأيضا تم تنفيذ كثير من المشاريع في غزة. إلى الآن صرفنا تقريبا 2 مليون دولار لغزة عن طريق إما شراء بعض المواد الغذائية من داخل غزة في بداية الأمر، أو إدخالها عن طريق معبر رفح بالجانب المصري. المصري نعم. وإلى الآن الدعم مستمر، وعندنا كفالة أيتام في غزة. إلى يعني بالأحداث هذه تم كفالة تقريبا أكثر من 700 يتيم في غزة. ننطر بس تستقر الأوضاع للتحويل، التحويلات فيها شوي نجد فيها شوية صعوبة. يعني نقدر نقول أنتم خلال هذه الفترة يعني قاعد تشتغلون على قدم وساق. نعم. تحضرون تجهزون المشاريع الخاصة حق إخواننا في فلسطين وتحديدا في غزة. نعم. وأيضا في عندنا طلبة من أهل غزة موجودين في الخارج، موجودين في مصر، موجودين في تركيا، هم دعمناهم كرسوم دراسية وعاشية. جميل. هذا بالنسبة لغزة. فلسطين بشكل عام، شوف فلسطين بشكل عام احنا عندنا الضفة والغزة. نعم. ايضا في دعم، في عندنا عندنا مشاريع وعندنا ايتام. جميل جميل. هذا فيما يتعلق بموضوع غزة. انا ودي اتكلم عن قضية الشراكات المهمة. يمكن عندكم شراكات مع الامانة العامة للاوقاف، اشرت في حديثك اكثر من مرة الامانة العامة للاوقاف، الهيئة الإغاثة في الكويت، الجمعيات الخيرية، ايضا عندك المنظمات التابعة للأمم المتحدة. نعم. المتعلقة بدعم اللاجئين وايضا تقديم المساعدات. بدي أتكلم عن هذا التعاون وأهميته بالنسبة لكم في بيت الزكاة، وشنو يحقق لكم في بيت الزكاة هذا النوع من التعاون؟ بالعكس، احنا كبيت الزكاة احنا مكملين للجمعيات الخيرية الموجودة داخل البيت. احنا كبيت الزكاة جهة حكومية مدعومة من حكومة، ميزانيتها حكومية، مراقبة من ديوان المحاسبة، مراقبة من المراقب المالي، وعندنا مكتب تدقيق داخلي، مكتب تدقيق خارجي، ولمجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف. والجمعيات الخيرية جمعيات نفع عام، أيضا في تنسيق معهم وفي شركات سواء بالزكاة ندعمهم أو هم يدعمون في بعض المشاريع. يعني حين مثل الأمان العام للأوقاف يعتبر من أكبر شركاء معانا في بالزكاة، كثير من مشاريع تم تنفيذها بدعم الأمان العام للأوقاف في دول العالم الإسلامية. وأيضا عندنا شركات بعض الجمعيات مثل جمعية الكويتية للإغاثة. الجمعية الكويتية للإغاثة تمثل إغاثة المسلمين في العالم. وبالزكاة أيضا عضو في الجمعية للتنسيق بالعمل الإغاثي، يكون تنسيق بينه وبينه. أيضا في مثل جمعية عبد الله النوري سواء الرحمة أو إحياء التراث وجمعية النجاة، في تنسيق متكامل معهم. أما بخصوص المنظمة الدولية، عندنا منظمة اللاجئين في تنسيق وفي دعم للمنظمة. إلى الآن تم دعمه بمليون دولار خاصة في السنوات الأخيرة. دعمناهم في اللاجئين في روهينجا في بنغلاديش، تم دعم اللاجئين السوريين، أيضا دعمهم في اليمن ودعمهم في موريتانيا للاجئين في مالي. في شراكة قوية بيننا وبينهم، إلى بيننا وبين المفوضية لاجئين في دعم اللاجئين في أنحاء العالم. وأيضا تم إعطاء الوسام لمدير عام بيت الزكاة الدكتور ماجد العازمي بالعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة. هذه جائزة تعتبر مفخر لبيت الزكاة. جميل. يعني تستاهلون الحقيقة مثل هذا التكريم. نعم. وهذا الجهد الذي تقومون فيه أستاذ عادل خالد الجري نائب المدير العام لبيت الزكاة الكويتي للموارد والإعلام، جهد تشكرون عليه، ومن الواجب علينا أن نذكر مثل هذه الجهود المباركة وهذه المؤسسة الرائعة التي انطلقت من عام 1982 وما زالت تمارس دورها الخيري والإنساني في تقديم المشاريع وفي أيضا كفالة الأيتام
والحرص على طلبة العلم من خلال المشاريع التي تقدمها. عندكم الكثير من المشاريع خارج دولة الكويت، ويعني هذا يعني يضع على عليكم يعني جهد مضاعف في قضية المتبرع حينما يطلب من بيت الزكاة أن يقوم بتنفيذ مشروع ما، يبي معلومات يعني بين فترة وفترة عن مثل هذا المشروع. فهل أنتم في بيت الزكاة تحرصون على قضية متابعة المشاريع التي تقيمونها بالشراكة مع الكثير من الجمعيات الخيرية سواء داخل أو خارج دولة الكويت والمؤسسات والمنظمات، تتابعونها أولا بأول؟ وهل هذا يشكل عليكم يعني عبء على بيت الزكاة، ولا تضعون جزء منه على الجمعيات التي تتعاون معها؟ لا بالعكس، احنا المتبرع، احنا اهتمامنا في المتبرع رقم واحد. يعني المتبرع اذا تبرع بيت الزكاة لانشاء مشروع معين سواء مسجد او مستوصف او مدرسة، نرسل له من بداية تنفيذ المشروع الى ان نهاية المشروع، مثل نرسل له تقرير للمتبرع. بالاضافة الى بيت الزكاة يقوم بزيارات خارجية، يعني سنة 23 تقريبا أكثر من 40 زيارة خارجية لدول اللي تم تنفيذ فيها المشاريع. يقوم الموظف عندنا في بيت الزكاة يزور هذه الدول سواء في أفريقيا سواء في آسيا، وأغلب دول الآسيا والدول المحتاجة سواء آسيا أو أفريقيا، يتفقد هذه المشاريع. يعني نزور مثلا مشروع المتبرع ثم يتم تصويره ثم أرساله من هناك، يعني في البلد نرسل للمتبرع ان المشروع تحت تنفيذ، فتجد المتبرع يثق ثقة عمياء بهذا المشروع. مثل ما الحين انا اكلمك، عندي بعض الاخوة موجودين في تنزانيا لتفقد بعض المشاريع، وبعد اسبوع عندي اخ راح يزور غانا لمتابعة مشاريع بيت الزكاة وايضا لمتابعة الايتام. هذا كله توثيق للعمل الخيري لبيت الزكاة وطمأنينة للمتبرع ان احنا موجودين ونتابع المشروع اول باول. هل دوركم ينتهي بمجرد يعني ان المشروع يشتغل والناس يعني تستفيد منه؟ هو احنا شوف، المشروع اول ما ينتهي تاخذ الجمعيه تدير الجمعيه، احنا اثناء الزيارات نزوره. بعض المرات المتبرع لا يحتاج انه بين فتره، يعني بعض المتبرعين بعد 14 سنوات يسال عن مشروعه نرسل له تقرير. بعض المتبرعين يقول لا انا احتاج اسوي مثلا ولا افطار في مسجدي. في بعض المتبرعين ترى كل سنة قاعد يعمل ولاء مفطار وضاحي في مسجده. شقالين أي متبرع يحتاج لمعرفة مشروعه إذا كان باستطاعتنا نوصل له تقريبا تقرير عن مشروعه وين وصل أي مرحلة. أحيانا يحتاج المشروع إلى ترميم، أحيانا يحتاج إلى صيانة. فبعض المتبرعين جزاهم الله خير نشيطين، بعض المتبرعين لا جزاهم الله خير يبني المشروع خلاص وإحنا نسلم الجمعية. أثناء الزيارات التفقدية بين فترة وفترة نشوف المشاريع، وعمرات الجمعيات لا ترفع لنا مثلا المشاريع هذه المتبرع تحتاج بعض الصيانة فإحنا نهتم في القضية هذه. جميل. هل المتبرع يعطيكم بعض الأفكار فيما يتعلق بنوعية المشاريع ويعني التوجيه الأفضل؟ نعم. إلى شرائح من المستفيدين؟ نعم، فبعض المتبرع لا يعني مثلا يزورنا بعض المتبرع يقول أنا أحتاج مشروع مدرسة مثلا تكلف بالمبلغ المعين واحتاجها في المدينة أو البلد الفلاني، إحنا نحقق رغبة المتبرع. وفعلا رأس الجمعيات في تلك البلد ويرسلون التقرير على حسب احتياج المتبرع. في فئة، ولكن الفئة العظمى هي تشوف المشاريع الموجودة بالتسويق وتأخذها. بعد ما تكلمنا عن المشاريع الخارجية لبيت الزكاة ودوركم خارجيا وأيضا متابعتكم لمثل هذه المشاريع وأيضا تلبية رغبات واحتياجات المتبرعين في المشاريع، الأستاذ عادل خالد الجري نائب مدير عام بيت الزكاة الكويتي للموارد والإعلام، ودي أتكلم عن الكويت داخل الآن. شنو أبرز المشاريع اللي عندكم يعني الحديثة والأبرز المستجدات اللي تعملون عليها في بيت الزكاة داخل الكويت؟ نعم، إحنا تكلمنا عن خارج الكويت. خارج الكويت يمثل 10-20% من عمل بيت الزكاة، يعني كل اللي تكلمنا عنه 10%. 10-20%، اما داخل الله الكويت جهدكم. نعم، داخل الكويت تقريبا 80-90% من عمل بيت الزكاة داخل الكويت. داخل الكويت هو مساعدات الاسر، تعرف في الخارج في تنوع. نعم، بناء مساجد ومشاريع. داخل الكويت اغلب مشاريعنا هو الدعم المادي للاسر الفقيره والاسر المتعففه والقرض الحسن. يعني بيت الزكاة من تاسس الى اليوم قدم 1,900,000 مساعده
2008 اليوم 1,900,000 مساعدة بقيمة إجمالية تقريباً 800 مليون دينار كويتي داخل الكويت لمساعدات الأسر المحتاجة. القرض الحسن، قرض الحسن هو دعم 3,000 دينار لدعم الأسر الكويتية سواء عند بناء أو ترميم أو علاج أو ديون. إلى الآن قدم بالزكاة 62 مليون دينار كويتي للقرض الحسن. في عندنا الأسر المتعففة، الأسر المتعففة هذا خاص تابع مدير عام للأسر المتعففة الكويتيين اللي يستحون يعني يتقدمون بالزكاة. إلى الآن بالزكاة قدم 10 مليون دينار كويتي، هذا تقريبا 80%. غير عندي المشاريع الموسمية داخل الكويت مثل ولائم الإفطار يقيم سنويا تقريبا 200,000 ربع مليون دينار كويتي في ولائم الإفطار. بالسابق كنا نعمل في داخل المساجد، الآن توزيع في بعض المناطق المحتاجين. وأيضا عندنا مشروع الأضاحي، عندنا مشروع السقية، وعندنا أيضا دعم الطلبة في جامعة في المدارس والجامعة. أنا عندي شراكات مع الهيئة العامة التطبيقي 250,000 دينار دعم الطلبة المحتاجين داخل التطبيقي. عندي مع جامعة الكويت شراكة 100,000 دينار لدعم الطلبة داخل الجامعة نفسها. الجامعة إيه. نعم. أيضا عندي تقريبا مع صندوق إعانة المرضى 300,000 لدعم المرضى في صندوق إعانة المرضى. وأيضا عندنا نشاطات كثيرة مع جمعيات داخل الكويت بدعمهم. دعمكم لصندوق إعانة المرضى عشان وضح للمشاهد الكريم في قضية العلاج، لكن يمكن اللي ما يعرف المشاهد أن العلاج مكلف جدا التابع لجمعية صندوق إعانة المرضى، إذا نتكلم عنها بعد ذلك. بالنسبة لنا كبالزكاة ما عندنا إمكانية أن نعرف الناس المرضى، عارف شو؟ نعم. يعني إذا أنا مريض ما عندنا دكاترة أطباء أو تشخيص أو تتعامل معنا. إيه. إحنا اتفقنا مع صندوق إعانة المرضى في شراكة بيننا وبينهم، يقدم المحتاج عند صندوق إعانة المرضى وإحنا نحول دعم ميزانية سنوية لهم 300,000 دينار للمعالجة سواء شراء أدوية وسواء أيضا القرض الحسن. يعني إذا كان واحد يبي علاج في الخارج يروح لصندوق إعانة المرضى يعطينا كتاب في صندوق إعانة المرضى يعني تنطبق عليه الشروط، يقوم بالزكاة بإعطاء قرض حسن 3,000 دينار. فهذا أن صندوق إعانة المرضى تخصص يهتم بعلاج السرطان، عمليات القلب والسكر وغيرها. نعم من نعم. وبالزكاة خصص لميزانية للعلاج. جميل، يعني جميل هذا التعاون من نعم. قبل بيت الزكاة نعم. مع المؤسسات الخيرية والجمعيات لتمارس كل جمعية دورها. نعم. وفي شيء بالزكاة، يعني بالزكاة يقوم يمكن في كل سنة ندوة الزكاة. ندوة الزكاة تناقش، نجمع فيها علماء العالم الإسلامي لمدة 3 أيام لمناقشة بعض المستجدات في الزكاة وبعض فتاوى الزكاة. يعني سنويا بيت الزكاة يعمل هذه الندوة فعلا جدا مهمة. فالآن عندي أغلب فتاوى الزكاة بالزكاة، لها كتيب خاص لفتاوى الزكاة. ايضا يقوم بالزكاة ايضا لشراكات مع صناديق الزكاة في دول مجلس التعاون. كل سنة في لقاء بينه وبينهم، تبادل خبرات، دورات تدريبية بين بيت الزكاة وصناديق الزكاة في مجلس التعاون الإسلامي. وايضا بالزكاة يقدم خبراته حق جميع الدول لإنشاء صناديق زكاة. احنا فعلا عندنا مثلا شراكات مع بيت الزكاة المصري، تم الاتفاق نقل التجربة، وأيضا احنا عضو رسمي في بيت الزكاة المصري. وأيضا عندنا صندوق الزكاة في جيبوتي خذ الخبرات من بيت الزكاة وانشأ هناك. فهذا دور بيت الزكاة. أستاذ عادل خالد الجري نائب مدير عام بيت الزكاة الكويتي للموارد والإعلام، يعني فريق برنامج قوافل العطاء يشكرك على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن هذا الصرح الخيري في الكويت، بيت الزكاة الكويتي. إذا من رسالة كلمة توجهها أول شيء للعاملين في بيت الزكاة اللي نشكر جهودهم حقيقة على ما يقدمون من عطاءات وخدمة للمحتاجين، والكلمة الأخيرة عندك أيضا للمشاهد الكريم. نعم، في بداية أشكر كل موظف سواء تقاعد أو موجود على رأس عمله في بيت الزكاة، دوره جدا مهم في بيت الزكاة. في بعض يمكن الموظفين يرى نفسه أنه غير مهم، بالعكس كل إدارة
ممثل في تنسيق بينها وبين الادارات، يعني كل موظف جزاه الله خير له دور كبير في بيت الزكاه، حتى في اي مكان له دور كبير في الزكاه لخدمه فريضه الزكاه ولخدمه المتبرعين ولخدمه المحتاجين. فانا اشكرهم، اشكر جميع موظفي بيت الزكاه من المسؤولين للموظفين على الجهد والعمل يقومون في بيت الزكاه. جزاكم الله خير. جميل. ونشكرك على تلبيه دعوتنا والمشاركه في هذا البرنامج. استاذ عادل خالد الجري، نائب مدير عام بيت الزكاه الكويتي للموارد والاعلام، واوجه كلمتي الى المشاهد الكريم، اقول له شكرا لك على متابعتنا في هذا البرنامج. اليوم كان حديثنا عن بيت الزكاه الكويتي، هذا الصرح الخيري الذي نفتخر فيه، الذي ما زال يمارس دوره الخيري والانساني في خدمه المحتاجين والاسر المتعففه والمرضى وطلاب العلم من خلال اقامه الصناديق ورعايه الايتام سواء داخل دولة الكويت أو خارج دولة الكويت. نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله من هذا البرنامج والحديث عن صرح كويتي خيري وإنساني. حتى ذلك الموعد أترككم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.